السلام عليكم ورحمة الله، كده يعني ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم، نقول لكم الله يدخل لكم الصحة والهنا ان شاء الله والمغفرة. اذا اليوم ما شاء الله نديروا واحد ليسبادو. هنا عندي واحد ثلاثة ديال الاطراف، طروفة ديال ليسبادو. هنا عندي هاد الكابخ، هاد اللي كتشوفوا فيه، هاد الكابخ كيكون خضر بحال ما هادشي. خاصنا عصير ديال حامض، خاصنا واحد الدرس ديال الثومه او وحده بركه، وعندنا المعدنوس. اذا غادي نشوفوا الطريقه ان شاء الله. اذا اول حاجه غادي نديرو ان شاء الله، غادي نشدو الا كان عندكم معدنوس ورق ديروه. انا غنخلط كلشي هنايا، غنديرو معدنوس، غنديرو فيه هاد الثومه، غنديرو فيه هاد الكابخ، هذا واحد المعلقه. شتي هاد الكابخ هو هذا، وعليكم غنديرو معلقه كبيره، غنزيدو عليه عصير ديال الليمونه هكا اولا حامض، وغادي نزيدو عليه زيت الزيتون باش غيطحن هادشي كلو. اذا غادي نطحنوا هادشي كامل. اذا ها هو حنا طحناه كيجي على هاد الشكل. صافي هذا كنخلوها على جنب. انا غنشد هاد المقله هادي وغادي نديروها تسخن، وهاد لي سبادون هذا غادي نقليو غير واحد جوج دقائق من كل فاس ان شاء الله. غير شويه ديال الزيت على هاد الشكل، وغادي نحطو هاد لي سبادون اللي خصناه. انا الصراحه غادي نقلي غير واحد، لان غادي نوجد العشاء لولدي. دابا هادي 6 غادي نوجد ليه اللي هو، وحنايا من بعد غادي حتى يقرب المغرب ان شاء الله، وغادي نقلي هذوك الجوج. هنا نزيدو عليه واحد ديال الملح من هنا من فوق، شي ديال الزهر عافية. هنا غادي نقلبو، يعني طريقة سهلة كتقليه صافي، وغنشوفو من بعد. إذا من ناحية التقديم درت ليه بحال ما هكا، كيجي مع الروز كمرافق، وهذيك لاصوص اللي صوبناها هي هذه. غادي نشدوها واحد شويه بحال هكا هذه، وغنديروها فوق منه بحال هذا الشكل، هذا كتعطي واحد البنه جميله جدا بحال هكا. اذا هذا هو التقديم النهائي كما كتشوفوا. كنقول لكم بالصحه والراحه، تقبل الله صيامنا وصيامكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.